هلا ابوي، حياكم حياكم الله. سلم على ابوك. ابو ما شاء الله ما شاء الله. من مشتقات النفط الكيروسين اللي احنا نسميه الغاز، والغاز يدخل في كثير من الاشياء خاصه بالطبخ، في الفنر، في الشوله، في التنور، في كل شيء. اليوم حلقتنا عن اكتشاف النفط في البحرين. حياكم. عيالنا يا هلا ويا مرحبا بكم معانا في برنامجنا. عيالنا برنامجنا. عيالنا وهم عيالنا اللي قاعدين عند التلفزيون. حياكم الله. نلتقي دائما كل يوم في هالموعد علشان نتكلم عن ايام الطيبين، اهالينا اجدادنا اللي عاشوا ذيك الفتره الطيبه، لذلك نسميه ذيك الفترة فترة الناس الطيبين، لأنهم على بساطتهم وعلى طيب قلبهم وعلى تعاونهم هذه أيام الطيبين. عيالي، عقب في فترة صارت من يوم صار السمك والغوص وغيره، عقب شو اللي صار في البحرين علشان كل شيء صار أحسن وأفضل وغيره؟ شو اللي صار؟ نعم، اكتشاف النفط. اكتشاف النفط، احنا اليوم بنتكلم عن اكتشاف النفط. عام 1932 اكتشفوا النفط في البحرين، النفط اللي هو البترول، عدل، والبترول غالي. اذا سوق اللولو نزل شويه، صار الاقبال على النفط، مو بس حق البحرين، العالم كله. اي دوله عندها بترول كثير، نفط كثير، الخير عنده كثير، وهذه كلها عطايا من الله سبحانه وتعالى. الله رزقنا، ونقول دائما الحمد لله على كل شيء. بعدين تعرفون في وين مقرهم؟ يعني ابار النفط في البحرين وين مثلا؟ ها، في الصخير. في الصخير، صوب عوالي ذاك صوب. ها، بين السعوديه والبحرين. لا في البحرين، لا في البحرين. ايوه، ايش عندك؟ معلومه جديده. بين السعوديه والبحرين في بئر. ايش اسمه؟ أبو بوسعفة. بوسعفة، صح. هذه البئر مشترك بين السعودية والبحرين، نص مني ونص مني، عافية عليك. المهم عيالي، قاموا الناس تركوا البحر وراحوا يبون يتوظفون في الشركة، لشركة بابكو، شركة نفط البحرين المحدودة بابكو، اللي في السعودية شو اسمها؟ شركة أرامكو. إذا العمال كانوا من الصبح يروحون سجلوا أساميهم هناك ويعطونهم رواتب معاشات. أول ما في معاشات، أول حصلت سمك باعيته، بتروح الغوص عطاك إنه خذ كم بيزة تصفي بس على حدك. بس الحين صارت العملية في نظام، لك معاش كل شهر، مثل الحين أبهاتكم أمهاتكم اللي يشتغلون كل شهر لهم راتب. استانسوا الناس، معناها أنا كل شهر بيصير عندي بيزات، مو كل يوم حصلت ما حصلت. خايف طبعا، رزق رب العالمين، لكن الواحد دائما في قلق. وكان الموظف لما بيروح أو العامل، كلهم عمال كانوا، يودون معاهم هذه، تعرفوا شو اسمها هذه؟ صفر طاس. هذه شغلها، هاي شغلها إنهم يحطون فيها أكلهم، يعني هاي مثلاً الفوقية، هذه يحطون فيه مثلاً تنشارك واحد بروحها، واحد يحطون فيه عيش، واحد يحطون فيه صالونة، ويحطون فيه مثلاً خضرة، واحد يحطون فيه مثلاً بعد يعني تفاحة، والله شيء، والله ها يسمونه الصفرطاس، يودونه معاهم يخلونه يشتغلون الظهر يستريحون، ويحطون كل واحد صفرطاس. في مواصلات لشركة نفط البحرين المحدودة، كنا قطار طويل، باص طويل، تعرفون ايش يسمونه؟ ما حاجرش انت زيكات، وا ابانا صعب تقول
هذه يسمونه تيلر، والله يسمونه سالم من الخطر. سالم من الخطر يسمونه سالم من الخطر، يعني لأنه طويل، فيعني لو صرت في دعمه ولا شيء ما يأثرون اللي فيه، وطويل وألوانهم دائما خضراء ومكتوب عليهم شركة نفط البحرين المحدود. بوب عيالي، شو رأيكم نريح ونطلع نشوف هالفترة؟ طبعاً الشركة شركة إنجليزية، عدل؟ ومعقولة تبون كلها هما الإنجليز هما اللي يديرون الشركة؟ لازم عيالنا أهل الديرة أهل البحرين لازم هما اللي يستلمون زمام الشغل في الشركة، فصاروا يأخذون الطلاب ويودونهم يدربونهم، أو العمال ويطرشونهم يدربون. يوم ما يدربونهم في عوالي هني، ما عارفين عوالي، كلنا عارفين عوالي هني، هذه المقر اللي فيه المكاتب مال الشركة وعمال الأجانب هني كلهم بعد عايشين في عوالي، وصاروا يدربون من الصف السادس. كانوا يجونا في الصف السادس، من يبي يروح الشركة، اللي يبي يروح الشركة يمد يده، فراحوا يسوون لهم تدريب حق الطلاب وهم من الصف السادس، ولما يتعلمون اكثر يودونهم يدرسونهم بعد هنا في انجلترا ويرجعون، فرجعون ماسكين وظائف كبيره يسمونه برنتس. هذا المكان اللي يدربون فيه يسمونه برنتس، يعني فكان كثير من الطلاب راحوا وتعلموا واستلموا الشركه، والحمد الحين وكل سنه تزيد، وكل من زاد البترول زاد الخير حق الناس، تغيرت احوال الناس، تغيرت الديره، صارت في شوارع، وصارت في محلات، وصارت في بيوت وفلل، وانتعشت الحركه لين وصلنا لحين. الحين عاد اقول فتره طويله لازم يتغير بعد، يعني مو بس نعتمد على النفط، خلص النفط شو نسوي؟ لازم ندور البديل، واحنا ولله الحمد في البحرين بعد ان شاء الله يجينا الخير اكثر واكثر، اكتشفوا بعد اشياء كثيره وان شاء الله جاي في الطريق. احنا عيالي نغير الجو شويه ونروح نشوف لعبه شعبيه. عيالنا اكيد الحين متشوقين تبون تسمعون القصه. نتكلم اليوم عن الانسان اللي يعمل خير يلقى خير، واللي يعمل شر يلقى شر، عدل؟ بابا ياسين هي نفس سو خير وقطه بحر، تقريبا نفسها. لا ما يصير سو خير وقطه بحر، لان اذا تسوي الخير من اللي يسجل لك الخير؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى، تعمل خير الله يعطيك خير، تعمل خير وتقطع بحر. هذه قصة بقولها لكم الحين قبل لا أقول القصة الأساسية، وأنا بتكلمت. هذه واحد في سفينة قاعدين ناس وغيره، وقام واحد وطاح في البحر ما يعرف يسبح، قام يقرأ من يطب ينقذه، قام واحد وطب
ومسك فيه وشوي شوي قوي ولين وصل بالسفينه قطوا له حبل وسفوه لين وصلوا وطرح صفقوا له مشكور ما قصرت والله انك شجاع شجاع اللي انقذته. قال انا مو شجاع ابي من هو اللي دزني؟ من هو اللي دزني؟ ترى هو مو طاح بروحه ينقذه دزينه وطاح عبالهم بينقذه. هذه واحد مره بعد نفس الشيء قام انقذ واحد صج وانقذ واحد صج لما انقذه قام دزه. قال ليش دزيت البحر؟ قال لي والله قايلين لي قالت لي قالت شو اسمك انت؟ شيخة. قالت لي والله سوي خير وقط بحر. هذا هو سوي خير وقط بحر ما انقط البحر الخير يبقى يسجل لك في صحيفتك يوم القيامة خير مسوي ما في شيء يروح كل صغير وكبير مسجل ما في. هذه مرة واحدة قصتنا. صلوا على النبي محمد. اللهم صلي وسلم عليه. كانت في غزالة تمشي في البستان أزهار وأشياء ومرت على النهر تمشي واللي تشوف هناك قطوة في الماء والقطوة تعرفون سبحون سبحة القطوة لا واحد أول ما أول ما يتعلم الواحد كله لون يسبح سبحة القطوة عقب يعرف شلون يسبح فسوى لون والقسو والقطيبات الصغار واقفين تعرف منو تعرف حق القطوة؟ ها قطوة على كليب صغير على شلون المهم يسوون ميو 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 صغار وهي تبي تطلع من البحر تبي تطلع من النهر مقادرة. قامت الغزالة ومدت لها يريده اللون بعيد وبعدين يريده بتحول الجريد قال جريد قدامك هو سعفه يريد وتعلقت فيه وسحبت حبت لين وصلت الى بر الامان على الساحل واستانسوا القطوة صغار مياو 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 واستانسوا واستانست القطوة وكان فرحانة وتحرك ذيلها القطوة كان تشكر الغزالة لانها انقذت حياته. قالت له شكرا قالت له عفوا ومشت الغزالة مشت ولا تشوف دبور يلحق شنو يسبها نحله ونحله ويطقها يطقها وطقها بالحيل وقطها في الماي. تبت النحله مسكينه تبي تطلع شافت الغزاله قالت مسكينه هالنحله النحله اللي تعطينا العسل هذه ليش تسوي فيها اللون؟ قامت خذت بعد نفس الشيء عود طويل هاللون والغصن خفيف والنخلة والشيرة ومدت بعد له وركبت النحلة وشوي شوي تبين طلعت برا تأثر الماء استونست النحلة وكأنها تقول لها مشكورة. مشت الغزالة لما سوت خير ما كانت تنتظر أحد يقول لها شكرا ولا شيء لا هذه ناس تساعد الناس بدون مقابل بدون يعطونك شيء بدون حتى لا يقولون لك شكرا لان انت بتاخذ اذا تبي يعطونك مقابل انت ما حصلت الاجر تبي المقابل. راحت تمشي الغزاله تمشي وشوي ولا صياد عند بندقيه يطالع الغزاله وين تروح يبي يقتله وياكل لحم الغزال بعد ما يحتاج لذيذ ويسوي هاللون يبي يضربها. سوت النحله تو حين نقذته راحت حق الصياد تو بيرمي الغزاله وبتقرصها في جلدوقه. تنقل تقول واي الا الرصاصه رصيد بعد وين ايش يسمونها؟ في ابطه اوكي وش راحت الرصاصه طارت منه واستانست الغزاله. انا مسكينه النحله بتموت. لا انقذتها خلاص يعني المهم انه ادت مهمه يعني اجازي الخير بالخير. عيالنا نرجع حين حق الألغاز فتحوا وانتوا بعد عيالي قاعدين التلفزيون فتحوا ألغاز. يقول السمك الخايس تخيس السمك كله يعني السمك حين حطينا وياه سمكه خايسه شلون السمكه الخايسه تخيس السمك كله؟ يعني خايسه يعني المثل اللي يطلق على شنو هو مثلا؟ لحظه 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 تفضلي
يعني الشخص السيء بين الأشخاص الزينين يقدر يخربهم كلهم، يعني يخرب تفكيرهم. وبعد والتفاح الخايس تخيس التفاح كله بعد، نفس الشيء نفس الشيء. إيه. فلذلك إحنا لازم نحتاط، لازم نختار الصحبة الطيبة، أصدقائنا الناس الطيبين. يقول لك اللي صادق المصلي صلى، واللي صادق الشرير يصير شرير مثل عدل. إيه. إيه. اللي مثلا يروح عند نافخ الكير اللي هو اللي مال الحداد، الثياب توسخ كلها، ريحته كلها مال حديد. وإذا يقعد الإنسان اللي عنده بخور وعود، الثياب تصير طيب وعطرة. فالصادقة واختاروا الأصدقاء، الصديق من صدقك وليس من صدقك. يعني شلون اللي ينصحك ويقول لك لا، ما تقول شيء قال إيه عدل عدل، وحتى لو غلط لا. فلذلك الواحد يختار الصديق يكون حليم طيب يدل على الخير. فعليكم بالصحبة الطيبة. واحد مو بزين لا تصادقه، واحد مو بزينة ابتعدي عنه. عدل زين. الحين يقول لك سخن الماي وطار الديك، يعني إيش معناها؟ سخن الماي وطار الديك، احنا سوينا الذي ويبدا كل شيء وعقب. عبد الله يعني واحد سوى اكل وعزم الكل ومايو، واحد منهم مايه والباقيين كلهم خلصوا الاكل ونسوا صديقهم، وبعدين يا صديقهم وقال وين الغداء؟ قال راح اللي عزمهم وانت، احنا سخنا الماي وطار الديك. لا مو كذي، هو فعلا نكمل نسوي نص اللي قلته صح. يعني هو عزم ناس وغيرهم عزم وطبخ وياه باللحم وكل شيء وغيره، وانتظر الا ما حد ياه. شلون سخن الماي وطار الديك او ماي يعني ماي الضيفه فاعله. زين شيء ثاني يقول لك زل بقدمك ولا تزل بلسانك. ايش معناه زل بقدمك؟ يعني ازلق بقدمك معي، لكن لا يزلق لسانك. يعني شلون؟ تفضل هنا. يعني ازلق ولا اقول الكلام السيء. يا سلام عليك، يا سلام يعني ممكن اطيح، يعني طحت لكن ممكن اتعالج، لكن اذا قلت بلساني شيء مو بزين ما اقدر ارجعه. لذلك انا احذركم عيالي، انتوا اللي عندكم التليفونات تحملوا وتكتبوا شيء مو بزين، لما تكتبوا وترسله خلاص راح عليك. لما تقول حق واحد تسبه ولا تقول شيء تيبه خلاص راحت عليك، سجل عليك الا بالاعتذار. فانت الواحد يعني زلقت عليه ما تعور، لكن لا يزلق لساني ويقول شيء مو بزين. عدل وانت وحين للتليفونات انا اقول لكم. زين اخر شيء راعي النصيفه سالم يقول هاي عطوا هذه قال بس بس قال راح اقول لك بس خلاص راح نصيبي سالم. يعني بدل ما يعطيه ثلاث ارباع او شيء يقول بس خلاص راح نصيبي سالم. عيالي هذه اخر فقره عندنا في برنامجنا، اتمنى ان شاء الله انكم تكونون سعيدين واستانستوا واستفاديتوا من كل شيء قلناه. باشر ان شاء الله لنا لقاء ثاني. الى اللقاء ومع السلامه.